نتابع هذا الموضوع مع المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي. أستاذ باسم، مساء الخير. شرع بإجراء تحقيق في هذه الحادثة، هل ثمة نتائج أولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، تحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. لا، بكل تأكيد يعني النتائج المفروض يوم غد أو بعد يوم غد، بعد انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي حددتها الحكومة والسيد وزير الداخلية. مثل ما نشراتكم الخبرية غطت على أن وزارة الداخلية والجهات المختصة قد اعتقلت بحدود الـ 14 شخص بين المالك أو العاملين في هذه القاعة، والتأكيدات طبعا مستمرة، آخرها اليوم من خلال زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الموصل وإلى الحمدانية لكي يشاطر أهل الضحايا العزاء والمواساة، ويؤكد لهم هو شخصيا وبنفسه بأن الحكومة العراقية جادة بإنزال أقصى العقوبات بكل من يخالف شروط السلامة والوقاية، وأيضا كذلك كل من ساهم من الإدارات المحلية ساهم في ترخيص هذه القاعات التي تفتقد لأبسط شروط السلامة والوقاية. نعم، أجدد التحية بكم ثانية سيد العوادي. على أثر هذه الفاجعة صدر من قبلكم تصريح أكدتم فيه بأن هنالك عقوبات صارمة وشديدة ستوقع على المتسببين أو مخالفين شروط السلامة، يعني لو سمحت هل بإمكانك أن تطلعنا على ماهية هذه العقوبات؟ شكرا لك. لا، بالتأكيد العقوبات هي من اختصاص وزارة الداخلية أو الدفاع المدني أو الإدارات المحلية. الآن قانونا ما هي العقوبة لمن لديه قاعة أو لديه مطعم أو لمن لديه أي محل تجاري يرتاده الناس بكثافة وبكثرة؟ المفروض هذه العقوبات تحدد قانونيا من خلال المؤسسات المعنية، لكن ما يعنينا أنا كمتحدث باسم الحكومة العراقية هو نقل موقف الحكومة العراقية، وأنا أعتقد أن موقف السيد رئيس الوزراء موقف واضح، ومرة أخرى أقول أكده اليوم بنفسه، وأيضا الأكثر من ذلك هو أصدر أمس صباحا بالتعاون مع السيد وزير الداخلية بالتواصل مع قيادات الدفاع المدني وتوجيه من خلال الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، وصلت أؤكد لكم على أن الأوامر تم متابعتها وتم تأكيد استلامها في كل المحافظات العراقية من قبل الجهات التي ذكرتها، تدعو إلى أن هناك تكون هناك حملة كبيرة جدا بمتابعة كل القاعات، المطاعم، الكازينوهات المبنية بطريقة لا تتواءم مع شروط السلامة والوقاية. طبعا أيضا السيد نائب مدير هيئة الدفاع المدني للشؤون الفنية، أعتقد في أحد اللقاءات مع قناتكم أو أحد القنوات الأخرى أنا التقيته يوم أمس، للأسف أكد على أن هناك بقرابة 7000 مكان غير مجاز في العراق يقومون بافتتاح هذه القاعات من خلال المواد القابلة للاشتعال، الآيكوبوند، السندويتش بانال أو غيرها، ويمتنعون أيضا بل ويتحدون الحكومة ويتحدون إرادة السلطات المحلية، وهم يعلمون أن هذه من الممكن إذا حصلت حرائق فإنها ستتسبب بإزهاق أرواح المواطنين العراقيين، لكنهم لا يكترثون. الآن صدرت الأوامر من الحكومة العراقية، وعلى الجهات المعنية سواء كانت الوزارات المعنية أو المحافظين أو الدفاع المدني أن تطبق أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بالقيام بهذه الحملة، إغلاق، منع، أو أن يعطى فرصة لعدة أيام لكي يثبت أو يعني يقوم بتثبيت كل إجراءات السلامة والوقاية التي من الممكن أن تساعد على أطفاء أي حريق ينتج من خلال دقائق معدودة. رئيس الوزراء في نينوى للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة وتقديم التعازي أيضا، ماذا عن القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال هذه الحادثة أستاذ باسم، سيما ملف التعويضات، قضية الضحايا أيضا، هل يمكن أن يشملوا بقانون الشهداء؟ بكل تأكيد الشمول بقانون الشهداء يحتاج إلى قرار من البرلمان العراقي باعتبار مؤسسة الشهداء محددة، مؤسسة الشهداء لضحايا الإرهاب وضحايا العمليات العسكرية أو الأخطاء العسكرية في داخل البلد يشملون.
لكن إذا كان هناك قرار من البرلمان العراقي مثل ما حصل مثلا مع شهداء ضحايا العبارة، حادثة الموصل التي حصلت عام 2019 والتي فجعتنا جميعا آنذاك بذاك العدد الكبير من المواطنين الضحايا، صدر قرار أيضا من البرلمان العراقي آنذاك باعتبارهم شهداء فحولوا مباشرة. باختصار، إذا كان هناك نية أن يحتسبوا على مؤسسة الشهداء فهذا القضية بحاجة إلى قرار، والقرار ليس عسير وليس صعب، من الممكن إصداره. رغم ذلك، تأكيدات السيد رئيس وزراء يوم أمس واليوم أيضا شكل اللجنة المعنية العمليات حصر أسماءهم وعوائلهم، نساء، رجال، أطفال، شيوخ، من هو موظف، غير موظف، من هو يتقاضى تقاعد. بالتالي إذا لم تكن من خلال مؤسسة الشهداء فهناك تعهد واضح تقدم به السيد رئيس الوزراء بأن ينصفهم ويساعد من خلال التعويضات أن يخفف الآلام على عوائل الضحايا. نعم، طيب فيما يتعلق بالأراضي المتجاوز عليها، على اعتبار أن القاعة كانت مبنية على أرض متجاوز عليها، هل هنالك تحرك حكومي في هذا الصدد؟ يعني بكل تأكيد هذه مرة أخرى ترجع إلى الإدارة المحلية، والآن ما دام إحنا في ظل الحادث فإذا هذا الموضوع سيشمل بالتحقيق. التحقيق سيشمل القاعة، الملاكين، العاملين، الأرض التي بنيت عليها، هل هناك ترخيص لهذه القاعة؟ لماذا الإدارة المحلية في الحمدانية أو غير الحمدانية يعني لم تطبق إجراءات السلامة؟ من الذي منح الترخيص؟ هل القاعة مرخصة؟ القاعة هل هي ملك طابو؟ هل هي أرض حكومية أميرية؟ هل هي أرض زراعية؟ كل هذه الأمور المتعلقة بالحادث حتما سيشملها التحقيق، وستكون هناك النتائج غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى. نعم، نود أن نشكرك على انضمامك معنا السيد باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.